له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا نبي سيدنا محمد النبي رضينا بالله ربا نبي سيدنا محمد النبي رضينا بالله ربا نبي سيدنا محمد النبي بسم الله والحمد لله ولا خير وشر ما شهد الله بسم الله والحمد لله ولا خير وشر ما شهد الله بسم الله والحمد لله ولا خير وشر ما شهد الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنى إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنى إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنى إن الله باطن وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من خطايا 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 حق معبود لا اله الا الله 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 لا إله إلا 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 الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف كرم مجد وعظم رضي الله تعالى أن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم ويكثر من ثباتهم ويضعف فسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بملته ويعيد عنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا أستاذ العظمة الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر من ثباتهم ويضعف فسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بملتهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ. الفاتحة إلى روح. الفاتحة إلى روح سيدنا صوفيا إنما كان وحل سربعهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من ثباتهم ويضعف فسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بمددهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والنفعات في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح سيدنا صاحب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد حب عبد الله بن علوي محمد الحداد وأصولهما وفروئهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر من ثباتهم ويضعف فسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم عن الهدى ويؤلف ذات بينهم ويوالي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أصانهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا منكم سهولة على ما يرد الله ورسوله ويفتح النفوذ عن آلفين ويختم لنا بالحسنى وورد أن ثم ويفتح عنا فتوح الآلفين والحجاج المسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسعدهم السلامة والعافية ويردهم من أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالم غانم محفوظ مرزوق ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولكم عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك بعبدك رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من سعدك من عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم قضيت علينا من أمر فاجعلنا عاقبته رشدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم الشر منا لا تهدك استر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عالم الشر منا لا تهدك استر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عالم الشر منا لا تهدك استر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله جزاك الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحدث بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 آيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم بين استدارت كما استدارت الملائكة ثم دياد الرسول بلا خنق ولا سور من قول قدر مقدور وحذر محذر من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدونا من ساقي عرش الله إلى قائرة الله مئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صناعته لا تنقطع من مئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق من مئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أراد لمسه من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر وشيطان وسلطان ووسواس فرد نظرا في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في فرس وبكم من ريز لا رأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع مئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل أحد نبدا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشهم بكلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أوانهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. أقول عن نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أوانهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول عن نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى أوانهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله من الله وإلى الله وعلى الله في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضم اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضم اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في رادي السماء. بسم الله أفتت بأخذتهم الله 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 ربي لا أشرك بها أحدا الله 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 لا إله إلا هو الله 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 عز وجل أكبر ما خوى أحدر. بسم الله خير الأسماء في رادي السماء. بسم الله أفتت بأخذتهم الله 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 ربي لا أشرك بها أحدا الله 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 لا إله إلا هو الله 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 عز وجل أكبر ما خوى أحدر. بسم الله خير الأسماء في رادي السماء. بسم الله أفتت بأخذتهم الله 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 ربي لا أشرك بها أحدا الله 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 لا إله إلا هو الله 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 عز وجل أكبر ما خوى أحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحذر رزقي منهم وبك اللهم أحذر في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستغفرك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت سبع عنايات وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد ومثل ذلك عن يمينه وايمانه ومن ذلك عن شماله وعن شمائله ومن ذلك امامه وامامه ومن ذلك من خلفه ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقه ومن فوقه ومثل ذلك من تحته ومن تحتهم ومثل ذلك محيط به وبه وبما احن به اللهم اني اسالك لي ولا من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك اللهم اجعلني ويوم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وزورك وامنك وامانتك وحسبك ورزقك وكنفك وسدك ولطفك من كل شيطان وسلطان وانس وجان باغ وحاسد وسبب واحد واقرب ومن شر كل دابه انت اخذ من ناصيتها ان ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر المنصورين حسبي الناصر المنصورين حسبي القاهر المقهورين حسبي الذي وحسبي حسبي ما لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك فارفع عنه وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن ولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو وقدر رب العرش العظيم فإن ولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو وقدر رب العرش العظيم فإن ولا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وقدر رب العرش العظيم فإن ولا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وقدر رب العرش العظيم فإن ولا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وقدر رب العرش العظيم فإن ولا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وقدر رب العرش العظيم فإن ولا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وقدر رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أنفال وعدي قد بالله ما فاته ولا حول ولا قوة إلا بالله ودافع بك الله مع نفسي ما أعطيك وما لا أعطيك لا طاقة لمخلوق ما قد خالق حسبي الله ونعم الوكيل بخافية لطف الله بلطيفة الله بجميل سد الله دخلت في كنفك الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحسن بأسماء الله منت بالله توكلت على الله دخلت الغرشدة اللهم يا من اسمه محبوب وجوم في اكفني ما قلبي منه مرهوب انت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا 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 الله ونعم الوكيل هي كل احد ان بدا خلقه ورضا نفسه وزرة عرشه ومدد كلماته وافوض امري الى الله ان الله بصر بالعباد 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 يقول احد ان بدا خلق ورضا نفسي وزرت عرشي من كلماته بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك بصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلنا رجوم الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
فيها انه بئس المصير اذا القوا فيها سمنه الشعيق وهي تفور تكاد دميا زمن خيط كلما القي فيها فوجز عليهم خزناتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذرا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم لفي ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ما نكون ما كنا في عذاب السعير فاعترفوا بذنبهم وسوقنا عذاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مفرد واجر كبير واسروا قولكم وجروا بانه عليم مداد الصدور الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل رزق واليه النشور امنتم من في سمعه يخصف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في سمعه يرسل عليكم حاصبا فزدعنا كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير أولم يروا إلى طريفكم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنهم بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجد لكم ينصركم من الرحمن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم نمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجه عليكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي تركم في الأرض وإليه تحشرون ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زورا سيئة وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله من يرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في الضلال المبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ماء معين الله ربنا ورب العالمين سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وعلى ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنا عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم لا يمل سماؤه تنزع عن قولي وفعلي لي ونيتي ليستفي من كل داء النور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور بي قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي بي علما وفهما وحكمة وآنس بي يا ربي في قبري وحشتي وسهل على حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي علم صلاة الله ثم سلامه متى قرأ قارب ابدي ونصرتي يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عنده للرزايا وامنن علينا بالاسنداد عنده للمنايا وعافنا من مكروهما وما يقو به مهدور البلايا يا كريم أين اللهم منك يا رب أين اللهم منك يا رب أين اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالإسمة وتوفيق يا كريم رب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه ولجميع المسلمين تواليف الآثار وصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفي دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقاكم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأموتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد الخير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرات البارة الكرام وصحبه الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما
فأنادى بنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا آمين. اللهم فارحم والدينا آمين. اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك آمين. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم آمين. وسيئة إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في كبوره كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين فجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين وأفضل ما جزيت به سعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا آمين. وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون فيه من حق خدمتنا آمين. واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا آمين. وتحمل عنهم الظلامات التي ارتكبوا فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حق اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الكربات ووفقتنا له من الكربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات فتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا آمين. اللهم وكما سرطهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم آمين. ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المقترح من سوء الاجتراح آمين. اللهم وما تلوناهم من تلاوة فزكيتها آمين. وما صليناه من صلاة فتقبلتها آمين. وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها آمين. فتصدقنا من صدقة فنميتها آمين. فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منا أجزل من أقسامنا آمين. هم من ثوابها أوفر من سهامنا آمين. فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم آمين. فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم كرة عين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم منا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نعتكد على الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أدائي فرضي شهري رمضاني هذه السنة لله تعالى. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان حفظنا في شهرنا رمضان يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان لنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا 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 رمضان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان 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 يا ربي سلمنا من لهبة النيران 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا رب انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا 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 يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي 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 نارد لحوض النبي يلا مع الوريد نارد لحوض النبي الله مع الوريد نارد لحوض النبي الله مع الوريد نارد لحوض النبي الله مع الوريد مع انبيائك اجمعين عبادك الصالحين 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 في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قربنا ولا تبعدنا ومنك قربنا ولا تبعدنا ومنك قربنا ولا تبعدنا ومنك قربنا ولا تبعدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Kita melanjutkan tentang bagaimana keadaan Nabi Allah Adam setelah beliau berada di buminya Allah. Yang pertama, tentang pakaian Nabi Allah Adam, yang dipakai Nabi Allah Adam ketika beliau berada di bumi. Ayat yang pertama. Wa kana awwalu kiswatihima, wa kana awwalu kiswatihima, dan ada awal pakaian keduanya
Keduanya di sini kembali kepada Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Min sya'ril bani. Dari diambilkan dari apa? Dari bulu kambing gibas. Dari bulu kambing gibas. Jazzahu. Makna jazzahu di sini jazzahu ay qassamaha ila qat'in saghirah. Jadi diambil, dipotong-potong sampai kecil-kecil gitu. Thumma ghazalahu. Thumma ghazalahu. Kemudian Nabi Allah Adam dan Siti Hawa memintal dari bulu atau rambut kambing gibas tersebut. Kemudian ada faedah yang penting, perhatikan di sini. Fana saja Adamu lahu jubbatan. Maka menenun, menjadikan kain Nabi Allah Adam itu bulu tadi itu untuk dijadikan apa? Jubah. Pakaian jubah. Jubahan gitu. Untuk Nabi Allah Adam. Kemudian yang kedua, ini fawaid, faedah yang penting. Wali Hawa dan untuk Nabi Allah, dan untuk Siti Hawa, Nabi Adam menjadikan dua pakaian. Dua. Apa itu? Dir'an. Apa dir'an itu? Mantel. Digunakan seperti mantel gitu, dir'an. Dan yang penting di sini sebenarnya wa khimaron. Apa khimaron? Hah? Hah? Lah, loh, itu ha. Kalau kho enggak. Kho, kalau ha keledai. Khimaron. Khimaron ini kerudung. Jadi Siti Hawa ini mulai zaman dulu, zaman ibunya perempuan yang pertama kali, bahkan ibunya kita semuanya, mereka sudah menggunakan kerudung. Kok datang orang liberal sekarang? Orang-orang yang mau ngerusak agama mengatakan kerudung itu merupakan pakaiannya orang Arab. Tidak pernah baca kitab. Kalau kita ini meskipun tidak berkerudung, tapi hati kita berkerudung. Sombong ente punya omongan. Dohir itu menampakkan batin. Kalau sudah dohirnya tidak benar, 90% batinnya dijamin tidak benar. Jadi tidak ada yang mengatakan kerudung itu merupakan pakaiannya orang Arab. Tidak. Kerudung itu pakaiannya muslimah untuk ditutupi, jangan sampai terlihat. Bahkan yang dinamakan menutupi itu tidak nampak warna kulit, tidak nampak warna rambut. Kalau gunakan kain tapi masih nampak, itu tidak dikatakan menutup aurat. Tertolak, Pak. Makanya kalau orang alim jarang mau mengomentari orang-orang medis seperti itu. Belum kita main dalil loh ya. Ini bukan main, belum main dalil. Ini cuma ditunjukkan, oh Nabi Adam itu membuat jubah. Apalagi dikatakan jubah itu adalah pakaian Abu Jahal. Oh gitu. Ya Nabi bilang juga, ente pakai celana pakaiannya penjajah. Kalau kita pakaian seperti ini, tidak boleh masuk ke kantor misalnya, karena pakaian seperti ini. Loh kenapa? Tidak boleh pakaian seperti itu, harus pakaian resmi. Loh, Anda tanya, Diponegoro pakai apa? Belanda pakai apa? Apa dibalik Diponegoro pakai celana seperti kamu, kemudian Belanda pakai jubahan?
Kita sebetulnya tidak mengurus Pak masalah ini Pak. Inti mau pakai celana kek, inti mau pakai 3/4, pokoknya nutup aurat, terserah. Kita tidak ngomong masalah muru'ah. Engkau tak jelas muru'ah, sudah beberapa waktu yang lalu anda sebutkan masalah muru'ah. Di ngaji ihya yang sore, sudah sebutkan. Kita tidak mengurusi, pokoknya nutup aurat. Tapi ketika inti berani ngomong, ini dengarkan ini, dengarkan. Ketika inti berani ngomong, bahwasannya jubah ini pakaiannya orang Arab, sorban pakaiannya orang Arab, imamah pakaiannya orang Arab, maka kita tidak bisa tinggal diam. Karena ini orang yang akan merusak Islam dari dalam. Inilah gambaran orang munafik. Kalau memang engkau mengatakan seperti itu, bahwasanya jubah pakaiannya orang Arab, kerudung pakaiannya orang Arab, ketahui bahwasanya celana yang kau pakai pakaiannya penjajah yang memeras Indonesia 350 tahun Indonesia dijadikan budak. Inti sekarang gunakan dasi, dasi pakaiannya orang-orang yang penjajah Indonesia. Sedangkan yang pakaian kita pakai sekarang ini pakaian Islam. Banyak para pejuang gunakan pakaian seperti ini. Engkau lupa Diponegoro, engkau lupa Imam Bonjol, engkau lupa Tengku Umar, engkau lupa Fulan bin Fulan. Masih banyak yang perlu kita sebutkan. Ojo gak gara-gara kon. Lek kon nanti pinter-pinteran, ayo maju mrene, tak enteni. Ojo ning kene lho omahe. Ngerti ini ya? Kan gitu Pak istrinya. Nang kepolisian gak ingin dilarang enggak? Enggak ya? Larangan loh, tukaran temenan Pak. Temenan, itu jangan diem. Kon meneng kadang-kadang. Ketok polisi tok wis wedi. Enggak khoyir kok. Polisi ini khoyir teko terus. Cuma kemarin dulu dah enteng ya. Iya. Khoyir teko. Paham ini ya? Itu pakai enggak sopan, lu enggak sopan. Lah kon kesopan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini identitas Islam. Kerudung, ini loh. Tidak perlu pakai kitab Al-Quran sudah kejauhan. Dan nututi kon, wong Fatihah nak ngerti kok. Iki loh. Paham ini? Gunakan kerudung, bangga Pak dengan pakaian Islam. Ojo minder kon pakaian kok ngene iki. Ini pakaian. Oh, maning Pak. Secowes to wong ceritane ya. Wis pokoke ngono lah. Ojo pernah minder untuk menggunakan pakaian Islam. Pak, sampean percaya atau enggak? Hebatnya pakaian Rasulullah dengan pakaian seperti ini sampean tidak mungkin cangkruan di alun-alun. Dengan pakaian seperti ini tidak mungkin sampean masuk kafe. Tidak mungkin sampean sisaan dengan pakaian seperti ini. Tidak mungkin sampean ke diskotik. Tidak mungkin sampean nonton biskop. Tidak mungkin ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Cuma apa? Pakaian. Bahkan mereka perempuan yang gunakan terbuka auratnya, semoga diberikan sadar oleh Allah. Kalau pas duduk di pesawat, pas nomor tiketnya bersebelahan dengan kita, ndak wani. Mundur langsung. Sering itu, anak lumbung ini Pak, nak pesawat. Makanya ayo tuku pesawat pih jadi mari Pak. Iya, tidak bareng ngomong ya wis. Lumbung ini akhirnya ketok wedok di sapa tak delok tuku kadhen. Nang iki golek ternyata dijajarku ngene. Meneng apa? Pura-pura ndak ketok meneng to. Terus apa? Nyeluk pramugari. Apa? Dioper. Tak takoni pramugari apa? Oh jadi ndak enak katanya Pak Ustadz sungkan sama sampean. Aku ngomong ndak. Iki lho kekuatan pakaian Rasulullah. Golongannya blendes-blendes ngalih kabeh. Iya. Faham ini ya? Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Ulama berbeda pendapat. Nabi Allah Adam itu ketika di sorga sudah punya anak atau belum? Atau anaknya semuanya dilahirkan di bumi? Faedah yang kedua ini. Wakhtalafu dan mereka para ulama berbeda pendapat. Hal wulidalahuma bil jannati
syai'um minal aulad. Apakah dilahirkan untuk Nabi Adam dan Siti Hawa bil jannati, ay fil jannati, di sorga, syai'un, sesuatu, minal aulad, dari anak-anak. Apakah ketika Nabi Allah Adam di sorga sudah punya anak? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan faqila lam yulad lahuma illa fil ardi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya beliau Nabi Allah Adam ketika di sorga tidak punya anak. Ketika di bumi baru memiliki anak. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqila bal wulidalahuma fiha. Ndak, itu Nabi Allah Adam ketika di sorga sudah punya anak. Sopo anake? Kira-kira. Hah? Sopo? Hah? Gobil. Jadi Kobil sing kok mateni yo. Ora kon. Kobil yang bunuh Habil sing mateni itu iku lahir di surga. Lahir di surga tapi jadi penduduk neraka. Lahir di surga lagi. Tergoda setan, tergoda hawa nafsu, meskipun lahir di sorga, masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf. Apa maning lahir di Lumajang? Kemudian mengatakan, lek aku sih, potonganku, ini lah potonganku, lebih iya kok, koyoknya penduduk surga. Ini kelompen. Kauan, nih, ngokno ya. Kobil itu dilahirkan di sorga, Pak. Bersama-sama. Wa ukhtuhu. Siapa? Lah, siapa? Iklima. Kobil kasih mateni. Kon isi-isi ya, kon atam yang ini ya. Ndak. Kan nanti tukaran nah. Kobil sama Habil. Karena tidak boleh kawin sama yang satu kandung. Lah kebetulan Kobil ini dulu sing sak kandung ayu. Sapa jenenge? Iklima. Iki Habil kaula buda. Lah buda biasa ya 6,5 lah. Astagfirullah. Pokoke itulah ya. Akhirnya disuruh kawin tidak mau, nolak. Paham ini ya? Dadi lahirin di surga. Lahirin di surga memang wulida biha, jadi yang dilahirkan di wa ukhtuhu dan saudaranya perempuan siapa? Iklima tadi disebutkan di sini nama saudara kandungnya Iklima dan Labuda Ibn Kathir tidak disebutkan, cuma disebutkan Qabil Habil gitu. Nah makanya Habib Alwi apa dalam perkataannya, jangan pernah engkau bangga ketika engkau tinggal di satu tempat. Karena kadang-kadang berada di sorga pun bisa terusir. Jangan pernah, banyak itu kata-kata ya, di Jahib Alwi itu kan ada kan? Ada. Ah? Apa? Terlalu zuhud. Nggak ngawa HP. Ya, dibawa HP itu, kapan-kapan butuh enak. Ya, wallahu a'lam di sini, wallahu a'lam. Nah, itu ya. Kemudian, faedah yang ketiga, ini yang sering kita sampaikan sudah. Wa dzakaru annahu kana yuladu lahu fi kulli batnin dzakarun wa unsa. Mereka para ulama menyebutkan annahu kana, sesungguhnya ada itu Nabi Adam, yuladu lahu, dilahirkan anak untuk Nabi Adam, fi kulli batnin, di setiap satu rahim, di setiap satu kandungan, dzakarun wa unsa. Pasti laki perempuan berapa kali? 11. Anaknya 22. Ya, dengan 11 kali kelahiran. Karena apa? Setiap melahirkan laki perempuan. Wa umiro
dan diperintahkan ayuzawija kulla ibnin ukhta akhihi. Dan diperintahkan syariatnya Nabi Allah Adam untuk mengawinkan ya, si laki-laki kandungan pertama dengan perempuan kandungan berikutnya. Itu syariatnya Nabi Allah Adam. Allati wulidat ma'ahu, yang dilahirkan bersamanya. Jadi yang dilahirkan bersama saudaranya ini. Jadi misalnya kandungan pertama A sama B, ini C sama D. A yang laki-laki diperintahkan untuk kawin dengan saudaranya yang C, D ini. Gitu, silang. Gitu. Nah, walam yakun tahilu ukhtu li akhihi alladhi wulidat ma'ahu. Kalau dilahirkan satu kandungan, tidak boleh. Nah, itu kejadian. Asal-muasalnya yang ngono itu. Qabil barengan ayu. Habil barengan biasa. Akhirnya si Qabil ingin kawin sama saudaranya sendiri. Ingin sama saudaranya sendiri. Tidak boleh dalam syariat. Ini. Harus kawin sama yang tidak mau. Tidak mau. Nah, kemudian berjalan. Ini cerita disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 ya. Itu tentang cerita anak Nabi Adam Qabil dan Habil. Qabil, Qabil dan Habil namanya. Ya. Faedah yang keempat. Faedah yang keempat. Ini hadis melalui jalur Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya. Hadis yang keempat, faedah ini, faedah yang keempat. Hadis dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud. An-nasim minas sahabah. Dan ini hadis diriwayatkan banyak dari para sahabat. Jadi sahabat menyampaikan hadis ini. Jadi kalau bahasanya kita orang, jangan pernah diragukan. Ini hadis otentik, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kaliber Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bahkan cuma bukan beliau saja, nasum minas sahabah, sekelompok manusia dari sahabat. Dengarkan bagaimana ceritanya ini. Anna Adama kana yuzawiju dzakarakul libatnin bi unsa ukhra. Bahwasanya Nabi Allah Adam, karena ada beliau itu, Nabi Allah Adam menikahkan laki-laki setiap satu kandungan dengan perempuan kandungan berikutnya. Nabi Allah Adam menikahkan laki-laki kandungan pertama kepada perempuan kandungan berikutnya. Itu ketentuannya. Wa anna Habil, wa anna Habil, dan sesungguhnya Habil aroda menginginkan. Siapa yang menginginkan? Lah, Adam, Nabi Adam. Aroda Adam, Nabi Allah Adam menginginkan ayyata zawaja bi ukhti Qabil. Nabi Allah Adam menginginkan, karena memang Habil ketentuannya ya harus menikah dengan Qabil, saudaranya Qabil. Nabi Allah Adam menginginkan seperti itu. Nah, antara Habil dan Qabil, Pak. Antara Qabil dan Habil. Itu dikatakan apa? Wa kana akbaru min Habil. Jadi gini, kronologinya itu gini. Kandungan yang pertama itu Qabil sama sang perempuan. Enggak tahu, di sini disebutkan. Yang tersebar ceritanya itu siapa? Ikrimah. Ikrimah atau Ikrimah, wallahu alam. Wallahu alam. Apa Ikrimah, apa Ikrimah, bilam atau birra, di sini disebutkan. Yang jelas satu kandungnya Qabil ini ayu. Yes. Paham? Lahir. Jereng. Hamil lagi. Dua lagi. Siapa? Habil.
sama saudaranya perempuan lahir. Ini Qabil lebih tua daripada Habil. Kenapa? Dilahirkan lebih dulu. Jadi diingat-ingat di sini, ini kejadian semoga dijaga oleh Allah. Kakak bunuh adiknya sendiri. Kakak bunuh adiknya sendiri. Kenapa? Karena Qabil dilahirkan lebih dahulu daripada Habil. Sampai sini paham? Baik. Kemudian, nah ini, wa ukhtu Habil. Iya. Nah ya, wa ukhtu Habil Hasanun. Saudara perempuannya Habil ini, ya. Wa kana akbaru min Habil. Wa ukhtu Habil Hasan. Saudaranya Habil itu lebih cantik. Fa'aroda Habil, ya, maka Habil menginginkan. Tadi itu apa itu iklima itu. Untuk apa? Ayastaktharo biha. Ana ndak mau ikuti aturan, katanya Habil. Pokoknya aku harus kawin dengan saudaraku sendiri. Dari akhihi. Nah, dengarkan ya. Ini mulai Nabi Allah Adam ditimpa kesumpekan, Pak. Itu bisa bayangkan, antum bisa bayangkan semuanya. Ini anak-anaknya sendiri tukaran dewi. Maka ketika itu Nabi Allah Adam tidak langsung memutusi. Tidak langsung menyatakan, kamu tidak boleh, wahai Habil. Kamu gini, kamu tidak boleh, haram, tidak. Dari kata-katanya Ibn Kathir yang disampaikan ini menunjukkan bagaimana ta'atarnya Nabi Allah Adam karena perbuatan Habil ini. Semoga dijaga oleh Allah ya. Hati-hati. Kita kalau memiliki anak, baik laki-laki atau perempuan, kalau kita tidak bisa mendidik dia dengan cara yang terbaik, kita biarkan saja dengan dalil kesian, dengan dalil sekolah, dengan dalil ini, dengan dalil itu, tunggu saatnya anak-anak itu yang akan membuat tangisan kepada orang tua. Ini Pak kejadian. Ketika kelihatan seperti itu, Nabi Allah Adam bingung. Ini gimana? Disampaikan tidak boleh Habil. Kamu harus kawin dengan saudaranya Qabil. Tidak boleh. Tidak mau. Tolak. Maka apa yang dilaksanakan Nabi Allah Adam? Wa amarahu Adam alaihissalam. Pertama ini. Ayuzawijahu iya. Ya dikawinkan sama saudara itunya. Fa'aba. Tidak mau. Tidak mau. Ya, teman saudaranya lebih ayu. Ya, saudaranya lebih cantik. Maka Nabi Allah Adam minta petunjuk Allah. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah antara kedua anaknya ini? Ya, yang gara-gara kan satu anak itu. Maka ketika itu fa'amarohuma ayataqarraba. Imam Ghazali mengatakan tidak ada nabi, tidak ada rasul yang kemarin kita sebutkan pasti mereka disyariatkan untuk berhaji. Bahkan di alam azali antara Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Musa, bahkan dua kali di alam azali yang kita sampaikan kemarin di Gading Sari itu. Paham ini? Ngelihat konflik seperti itu, Nabi Allah Adam ketar-ketir, Pak. Takut terjadi apa-apa. Jadi, Masya Allah ya, feelingnya orang tua itu ada, Pak. Yang tidak diinginkan ini, sudah ada sebetulnya. Sudah ada. Terbukti apa? Ketika beliau akan berangkat haji, wastahfadzatu Nabi Allah Adam mengatakan seperti syariat korban nanti. Syariat korban kambing itu kalau kacangan umur 2 tahun, kalau gibas 1 tahun atau 6 bulan gigi depannya sudah copot dengan sendirinya. Ini Habil mengkorbankan ketika itu kambing yang hatta tumfiku mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala semenjak engkau belum menyampaikan
belum memberikan apa-apa yang kau cintai. Lah ini Habil memberikan sesuatu yang bagus, kambing yang gemuk. Sedangkan Qabil memberikan hasil panen yang buruk, zara'ahu, yang dia menanam sendiri. Fanazalat narun. Kalau dulu itu korbannya seperti itu, ditaruh di atas gunung. Fanazalat narun. Maka ketika itu ada satu api yang menyambar, fa'akalat, memakan kurbana Habil. Ternyata Allah menerima korbannya Habil karena kambing yang gemuk, yang bagus. Watarokat kurbana Qabil. Korbannya Qabil, hasil panen yang buruk, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghadaba. Maka ketika itu Qabil marah, waqala, mengatakan la'aktulannaka. Benar-benar aku akan membunuh kamu. Hatta, sehingga la tankiha ukhti, engkau tidak akan pernah menikahi saudaraku, saudara perempuanku. Jawabannya Habil, jawabannya Qabil ketika itu, ketika akan dibunuh itu, ngomongnya faqala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima hasil dari orang yang takwa. Tambah ngamuk, tambah marah dia. Paham ini? Makanya kalau dalam syariat korban itu tidak boleh, Pak. Yang jelek-jelek itu tidak boleh. Yang kurus-kurus tidak boleh, sing gemuk. Bahkan kalau memberikan, ini sering ini ya, kadang-kadang masjid nyembelih, kemudian setelah itu sembelihannya diberikan kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Mek dikei babat tok. Babat, anduk, usus, iku lho kebuk kan anduk, usus, terus mana? Dagingnya, nah ini. Iki dagingnya gawe kucing enak warak. Ini dalam hukum syariat tidak bisa dikatakan pembagian. Karena harus yang bisa dimakan berupa daging lebih banyak daripada yang lainnya. Kadang-kadang ngisi-ngisi ini, ngono ngeinang aku. Tak buka anduk, ucus. Iki dudungnya hadiah, kepingin aku kena kolesterol. Iya, tak boleh, berikan terbagus. Dan dikatakan kalau berkorban itu dengan apa? Dengan jiwa yang senang. Jangan susah. Itu yang akan mendapatkan kesempurnaan. Ini yang terjadi. Ketika memberikan kambing yang gemuk dengan bahagia, dengan senangnya, diterima sama Allah. Kita pun sama. Biti bin nafas, dengan jiwa yang enak. Ojo. Siapa mana, wis? Sabenere wedhus iki didol larang, wis. Tapi lho ya apa sih kali? Ndak keterima sama Allah. Harus bahagia. Kenapa? Satu darah sebelum jatuh ke bumi itu sudah berada di tempat oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi bukti kebaikan bagi orang tersebut. Sing seneng bahagia. Makanya biyen-biyen itu kadang-kadang peduse sik ya, dikasih kembang gitu ya. Kemudian dikasih air biar enggak syariat tentang masalah penyembelihan. Sudah. Kemudian apa? Nah, di sini diceritakan juga, dengarkan ya. Jadi kurang ngajari anak kepada bapaknya. Jadi Qabil itu mengatakan kepada Nabi Allah Adam, setelah kejadian dia terima itu, apa katanya Qabil? Innama tuqbila minhu li'annaka da'autalahu walam tada'li. Hanya saja diterima darinya, dari Habil, korbannya itu, karena apa? Li'annaka da'autalahu, karena engkau doakan dia. Engkau doakan dia. Walam tada'li, dan engkau tidak doakan aku, wahai bapak. Nang Nabi Allah ada. Watawa'adahu, watawa'ada akhahu fima bainahu wa bainahu. Setelah kejadian itu didatangi sebenarnya, kon deloken kon, anak ada kesempatan kamu akan aku bunuh nanti. Itu sudah ngomongan, Pak. Sudah omongan itu. Kepingin bunuh terus. Nabi Allah Adam diam. Ini bisa bayangkan perasaan Nabi Allah Adam ketika itu. Semoga diberikan anak-anak yang soleh-soleh. Terjadi pembunuhan.
kejadiannya itu suatu malam itu Habil tidak datang-datang dari apa ini gembala, tidak datang-datang. Maka ketika itu Nabi Allah Adam memerintahkan saudaranya siapa Qabil untuk nyari, untuk liyanduro ma'ab to'abihi. Kenapa kok tidak datang-datang ini Habil? Dicari. Falamma dhahaba id huwa bihi faqala lahu. Ketika dicari, ketemu saudaranya ini, Qabil ketemu dengan Habil, ngulangi omongan itu lagi. Jadi sih, mangkel gitu loh, makanya hati-hati. Baghdho, kebencian, itu kalau diteruskan grogoti hati. Kesiap ketemu yang ditemui, tidak ngomong apa-apa. Kenapa? Mangkel. Ngomong lagi. Tuqabbila minna minka walam yutaqabbal minni. Diterima darimu. Sedangkan dariku tidak diterima. On korban diterima, aku tidak diterima. Sama mangkelnya gitu. Jawabannya Habil sama. Dijawab. Faqala innama yataqabbaluhu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima dari orang-orang yang takwa. Ini merasa kakaknya merasa dilecehkan, pernah omongan seperti itu, muntap ngamuk. Faghadaba Qabil indaha. Maka ketika itu langsung marah dia. Wadharabahu. Jadi ada tiga keterangan bagaimana Qabil ini bunuh Habil. Tiga keterangan. Kanat ma'ahu, yang mana ketika itu Qabil bawa besi. Digetno. Fakotalahu. Mati. Itu versi pertama tentang bagaimana pembunuhan Qabil terhadap Habil. Ngambil besi, yang mana besi itu memang dibawa, dipukulkan. Mati. Pendapat yang kedua, innama qatalahu bisohrotin. Membunuhnya dengan sohro. Apa sohro itu? Batu besar. Dengan batu besar. Romaha ala roksih. Yang mana batu itu dilemparkan dari atas kepalanya. Wahwa na'imun. Sampai dikatakan di kitab di sini, fasyadakhathu ittasa'a 'ala wajhi. Jadi batu itu jatuh nutupi semuanya gitu. Bukan cuma sampai tok kabeh. Saudaranya. Inggih lah orang kan, hawa nafsu. Makanya hati-hati. Ojo cuma gara-gara ini rumah induk, ini rumah orang tua, tukaran anteman-teman. Lah, ilingo ceritai. Semuanya dasar hawa nafsu. Kalau ini hawa nafsu harta, kalau ini hawa nafsu perempuan, mungkin ada hawa nafsu kekuasaan, mungkin ada hawa nafsu yang ditiupkan oleh setan. Turu loh pak, saudaranya tidur, dilempari batu, seluruh wajahnya tertutup dengan batu, mati. Pendapat yang ketiga, Luis Adis. Apa? Waqila, pendapat yang ketiga, bal khonakohu khonkon syadidan. Pendapat yang ketiga mengatakan, onda, bukan dengan besi, bukan dilempari batu, tapi dicekek. Dengan amat sangat dicekek. Wis yo, ndak cukup iku tok. Ndak cukup dicekek tok. Setelah dicekek mati, oh ndak. Apa? Wa'adhahu. Apa adha itu? Gigit. Digigit. Dikatakan di sana, kama tuf'alu siba'u, sebagaimana binatang buas kalau menerkam buruannya. Sampai tahu macan kalau menerkam buruannya, apa yang digigit? Sininya. Di jalur nafasnya ini. Jalur nafas dan jalur makanan. Ini pikir. Makanya kalau nyembelih, ngono ya iki sedikit-sedikit intermeso. Ente itu wong Islam sing pinter. Wong Islam sing pinter. Jangan gampang-gampang nyebarkan. Kadang-kadang biasai itu juga nyebar kalau akan masuk Idul Korban. Apa yang dilaksanakan? Itu
ada orang nyembelih sapi, setelah disembelih si tangi sapi ini melaku. Banyak kejadian seperti itu. Ketahui ya, itu bohong. Itu nyembelihnya tidak benar. Dalam syariat dikatakan dua, urat nafas, urat makanan, itu harus terputus. Kalau itu terputus, tidak akan bisa hidup. Loh Beb, itu iso urip si An? Dudu iso urip, kon salah nyembelih. Ngerti? Karena syariat tidak akan pernah salah, Pak. Sing nyembelih pasti salah. Endi critane ono sapi, duwe kebal ta tapi ini. Hah? Enggak ada, pasti mati. Sampai diatur dalam syariat. Ini sekalian ya, sekalian. Perhatikan. Lek ndak berani nyembelih, ojo nyembelih. Kenapa saya katakan seperti itu? Dalam hukum syariat, kalau sampai nggo sembelihan gini, iso. Nyembelih gini, sering diangkat. Diangkat, ini masih hidup. Kemudian digigit. Apa? Digigit ya, sering kecet-kecet. Dia ketemu maning, tapi sudah ngangkat bangkai. Makanya pisau yang tajam sing tatak. Lek ndak tatak minggir lo. Ojo. Tapi yang afdol kan nyembelih sendiri, Beb. Loh, afdol nyembelih sendiri. Lek ngerti. Kalau ndak, apalagi ini mencelat laginya. Sering kan terjadi gitu kan? Copot tanah keringetan kabeh. Lugur. Itu dilihat, Pak. Kalau ini jatuh pisaunya, ini masih hidup, itu disembelih lagi tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kejet-kejet, diket nemaneng, bangke. Arti ini, oh, tidak mungkin Pak, kalau sudah ini kena dua tidak bisa. Nah ini, Qabil setelah mencekek ini saudaranya, digigit. Seperti gigitnya binatang buas. Tiga versi. Ya. Masih ada besok cerita tentang firman Allah yang menyatakan tentang bagaimana itu janji sisi Qabil tadi itu ketika akan bunuh. Coba perhatikan di sini kejadian yang terjadi antara Qabil dan Habil. Satu, karena Qabil tidak memiliki akhlak. Semuanya ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah. Iya, betul ketentuan Allah. Cuma ada sebab musabab. Ini pentingnya ketika seseorang ini jangan sampai membuat sakit hati orang tua, Pak. Sampai bisa bayangkan, sampai nanti diceritakan yang panjang ini, setelah kejadian pembunuhan, itu Nabi Allah Adam sumpeknya tidak mari-mari, Pak. Loh, bayang no, dulunya anaknya sendiri loh berbunuh-bunuhan. Anaknya sendiri. Sudah terjadi pembunuhan seperti itu. Dan perlu diketahui, orang yang pertama kali berbuat kemaksiatan diikuti oleh belakangnya, maka setiap perbuatan yang dilaksanakan, dia mendapatkan bagian. Makanya dalam hal ini ada riwayat mengatakan intipnya neraka itu ada beberapa orang. Tiga. Yang pertama, empat. Fir'aun, itu dia intip neraka. Yang kedua, Haman. Haman. Sopo Haman ini Perdana Menterinya. Kenapa kok Perdana Menterinya ini harus berada di inti neraka pisan? Tahu enggak? Dengarkan ini, dengarkan. Fir'aun itu dulunya sudah mau beriman sama Nabi Musa. Sudah mau iman, Pak. Kelihatan yang kemarin itu ya, tongkat dilempar, tangan dimasukkan jadi cahaya. Semua mau beriman sudah. Mau beriman. Ketika ditawari sama Nabi Allah Adam, ditawari sama Nabi Allah Musa, Fir'aun, masuk Islam. Kamu tidak akan diganggu sama Allah. Kekuasaanmu akan tetap. Kon jadi presiden, jadi rojo, tetap tidak akan turun. Cuma satu tok, tunduk sama Allah. Dan aku tidak akan ganggu kamu. Fir'aun, Pak, delok gitu itu. Masuk dalam akal. Berarti ini agama benar. Hampir sudah. Maka ketentuan ketika itu, raja harus minta pendapat sama menteri ini, Perdana Menteri ini. Lah Perdana Menteri ini sebagai Haman. Makanya hati-hati. Kalau sampean dijadikan mustasyar-mustasyar itu,
orang-orang penasehat-penasehat, jangan ngeraco kalau berikan nasihat. Ini kejadiannya. Ketika disampaikan, Haman, ini ya apa ini? Anak ditawari gini. Ini agama berarti masuk dalam akal. Ya apa menurut inti? Ini agama masuk dalam akal. Sudah apa? Sudah ada keinginan sebetulnya. Jawabannya Haman apa? Loh, itu semua keputusan kepadamu, Fir'aun. Cuma gini loh, inti kan sudah memproklamirkan jadi Tuhan. Kabeh wong Mesir nyembah kon saiki. Terus ya apa kira-kira? Ya jadi Fir'aun, ya enggak apa-apa nanti kita umumkan saja, batal. Diajak beriman sama Nabi Musa. Oh ya terserah kamu, cuma gini. Apa kok enggak izin? Yang dulunya Tuhan disembah, ternyata sekarang punya Tuhan lagi. Batal Tuhan ini. Terus bagaimana kekuasaanmu? Loh, Haman, tapi gini Haman. Katanya si Musa itu tetap enggak akan ngambil kekuasaanku. Sudah ada keinginan. Cuma iki setane lho setan. Maka iki mustasyaril ngajari ini. Penasehati. Ya. Sudah. Ya apa ini? Enak, enggak akan diganggu katanya. Ya enggak apa-apa. Cuman kamu ada beban batin lho. Mau enggak mau, setiap orang yang pernah nyembah kamu pasti akan mengatakan, "Oh, dulu Tuhan, sekarang juga nyembah yang lain." Enggak pantas. Harusnya kamu tetap jadi Tuhan. Tuhan ya ketuhan, kelebonan omongan. Oh iya wis bener, endak Musa. Mangkane di intipin rokok itu, selain Fir'aun, iki bagian penasehat ini. Hati, penasehat masjid, penasehat yayasan, penasehat pondok, penasehat ini, lembaga itu. Hati-hati. Fir'aun, Haman, Namrud. Oh, Namrud turut diri kan. Ya apa Namrud? Yang keempat ini. Kobin yang berada di intim neraka. Kenapa? Setiap perbuatan kejelekan yang dilaksanakan oleh seseorang pertama kali diikuti selanjutnya dapat pahala, dapat dosa. Begitu pun sebaliknya. Perbuatan keburukan yang dilaksanakan, perbuatan kebaikan yang dilaksanakan oleh pendahulunya dilanjutkan tetap yang buat itu dapat pahala. Kiriman pahala. Paham? Nah, di sini ada perincian, Pak. Ada perincian. Katanya Dunun Al-Misri. Dunun Al-Misri. Beliau mengatakan bahwasanya salatatun min a'lamil birri. Katanya beliau ada tiga perkara. Yang mana tiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebaikan, simbol-simbol kebaikan. Apa katanya beliau yang pertama? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Dengan bagaimana caranya bakti? Bihusni ta'ati lahuma, taat kepada kedua orang tua asalkan bukan maksiat. Wa layyinil jinah, jangan pernah sombong malangkeri depannya orang tua, jangan berkacak pinggang di depan orang tua. Kemudian yang ketiga, hati-hati. Badlul mal, ngorbankan harta. Jangan dikatakan, bapak punya utang sama aku 10 juta pak ya kemarin ya. Untuk beli rumah itu pak, untuk beli mobil. Utangnya bapak 10 juta. Bu, sampean wingi utang be aku sak mene yo, iku utangnya. Wong tua utang ya apa rek? Hah? Endi ceritane orang tua hutang itu bagaimana? Satu sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya minta dukungan Nabi. Mengatakan, "Nabi, aku punya ayah. Ayahku selalu ngambil uangku. Bagaimana?" Maksudnya itu tujuannya, "Oh iya berarti anakku, oh yang orang tua enggak benar, masuk neraka," gitu. Kata Nabi apa? "Anta wa maluk bi abik." Koni nyawamu sama hartamu lek dijauh wong tuamu wae wong tuamu. Teko wong lumajang ngomong bapakku duwe utang, ibuku duwe utang. Naudzubillah. Lek bapake kalau duwe cerdas dijawab kon. Naudzubillah ya. "Pak,
Bu, sampean biyen ndek utang, waktu iku utang mbek aku 15 juta ya. Oh ngono nak, iya. Enak nunggu. Aku utang nang kowe ya, 15 juta. Iya. Kon biyen nyusu nang aku nak. Sak sedotan 2000. Kelambimu, popokmu, popok yo sing gawe nutupi raimu sing kurang ajar yo. Rai. Pirak no popok kon. Tak kei susu pun tak gelem kon. Tak tukok no susu kaleng-kalengan. Entek piro sapi melbunang cocokmu kono yo. Hah? Siapa yang ngasih harta sama kamu? Endi utangmu saiki? Naudzubillah. Jangan pernah punya pikiran orang tua punya utang sama kita. Lah. Dada. Cukup ceritanya Alqamah. Hampir nyaris masuk nerakanya Allah. Nyaris. Karena apa? Belani bojone tukaran karo ibuke. Hampir. Hampir. Kurang saya ceritanya. Setelah nguburkan Alqamah, apa jawaban Nabi? Nabi ngatakan apa? Demi Allah. Demi Allah. Tidak akan masuk sorga. Tidak akan masuk sorga. Tidak akan masuk sorga, katanya Nabi. Seorang anak, seorang laki-laki yang mendahulukan istrinya daripada ibunya. Ini kalimat diucapkan Nabi dengan berapi-api, diulangi 3 kali sama Nabi ketika penguburan Alqamah yang hampir, hampir su'ul khatimah. Ojo ngandalno, aku murite fulan bib, aku murite fulan. Rungono yo, Alqamah itu tidak Nabi sholat kecuali di belakangnya. Tidak Nabi majelis kecuali hadir. Murite Nabi. Tapi lebih condong sama istrinya, nyanyiakan ibunya, hampir. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, tidak akan masuk sorga seorang laki-laki yang lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Istri kita, perempuan yang dengarkan sekarang ini, ya, dengarkan perempuan, jangan ngajak suami untuk masuk neraka. Dengan apa? Dengan ngajak supaya condong kepada dirinya istrinya. Ibunya dibiarkan, lah, jangan. Jangan. Apalagi maaf, kadang-kadang kesibukan kita mungkin kerja kantor, kerja ini, ibu pengen jago anake. Ibu mobrot-mobrot jago anake. Iki kerja. Fala haula wala quwata illa billah. Ente pikir ibu ente pembantu? Hah? Ingat lo ya, ingat suatu saat kamu akan digitukan juga. Dan ini sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Sampai ini nyopir. Ketika itu akan keluar istri sama orang tua. Apa yang sering kita lihat? Sampai nyopir di sini, istrinya sampai di samping ini. Orang tua di belakang. Akhlaki sopo kon gawe koyo ngene. Hah? Akhlaki sopo? Mentang-mentang duwe mobil cuma harga 200 juta, 300 juta. Ente sepelekan orang tua ente. Lah demi Allah. Kalau sampean bisa nyopir, mau berangkat sekarang istri sama ibunya sampean, jangan ibunya sampean, mertuanya sampean, jangan biarkan dia di belakang. Duduk di sampingnya sampean, istri, buri. Buri. Akhlak sama orang tua. Mecucu, bet, mecucu. Lek perlu, iki pindah merini. Ngamuk-ngamuk, tok, bet. Yo, kan kan weroisan. Fa imsakun bi ma'rufin au tasrihin, sudah tasrih bi ihsan. Kok ati ngorban wong tuamu kon gara-gara wedok ngene. Akere gugur satu tumbuh 1000. Ya tapi yo ono ono gara-gara kon gawe kesempatan ngene. Wis tak iso kowe. Ndak, Pak. Ini kenyataan sering kita lihat, Pak. Jangan. Jangan mentang-mentang ya Allah, montor Avanza. Rego 200 juta, wong tuwa nek buri. Lah, nggo anak iki sing lanang sing wedok otomotuan. Bapak wong ayu. Elek maning. Bukakno lawang jejeg niku, wah.
Ngerti ya namanya? Jangan. Ini yang anak omongkan di kitab dah ono kejadian seperti itu. Cuma sering wakok terjadi di antara kita ini. Terjadi di antara kita. Kamar kita ada AC-nya, orang tua kita sanginan. Kamar kita menggunakan spon yang bagus, spring bed yang mahal, orang tua kita tidak karu-karuan, Pak. Kadang-kadang campur sama anak kita, yang anak kita masih kencing, yang masih ngompol, tidur sama ompolnya anak kita. Pikir, engkau tidak akan hidup selamanya, engkau bakal punya anak, engkau bakal punya mantu, engkau akan digitukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tadimu tudam, sebagaimana engkau pernah buat kecewa, engkau akan dikecewakan. Jangan main-main masalah ini. Orang tua taruh di atas kepala kita. Apa yang butuh orang tua? Nah, anak, siap Bu. Mertua ya podo. Atas mertuae. Loh, mertua, oh niku kawin gara-gara iku. Podo. Orang tua sama mertua itu sama, cuma bedanya kalau orang tua tidak wajib diberikan nafkah. Lek wong tua wajib. Cuma masalah birrulnya ya wajib, Rek. Atau si, iku lho bapakmu, lho bapakmu. Bapakmu jane. Kon biyen jauh aku baik-baikan. Nggowo martabak, martabak gosong ngono. Wis aku saiki dadi bojomu kon nyuruh bapakku, bapakmu. Bapak. Oh, sira bapakan itu kan iri. Jangan. Ingat ya, ingat. Yang kita laksanakan sekarang ini benih yang kita taruh. 20, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi. Kemarin kan disebutkan. Kadang-kadang dosa munculnya setelah 40 tahun. Yang kedua. Wa birrul waladi bihusni ta'dibi. Dan kebaikan kepada anak itu dengan apa? Memberikan adab yang terbaik lahum. Wa dalala alal khair. Jadi kebaikan yang kedua, baktinya seorang anak kepada orang tua dengan cara tiga hal tadi itu, taat, ngomongnya lembut, tidak bersifat sombong. Kemudian apa? Kebaikan orang tua kepada anak dengan cara apa? Memberikan pengajaran terbaik, wadalala lakhir, ditunjukkan kebaikan. Ayo nak, tak ajari nak, berangkat nang fulan, belajar nak di kuno. Gitu. Kemudian yang ketiga, wabirru bijami'in nas. Kebaikan dengan seluruh manusia itu nampak di mana? Bitolaqatil wajhi wa husnil mu'asyara. Dengan wajah yang enggak cemberut. Ya, ojo cemberut rek. Kon elek cemberut tok ngene. Ketok kon sumpek aku. Kadang-kadang pengajian itu. Apa? Hah? Loro untu ta. Ndak pe praiku ngene. Ya wis paham sepurane. Kadang-kadang raine kok ndak apa. Ya, ada dalam fikih itu Pak namanya apa? Gisim wa nusyus. Nusyus itu bangkang, istri bangkang. Di dalam keterangannya dalam kitab Yaqutun Nafis itu termasuk pembangkangan itu kalau istri moro-moro mencucu gitu. Nah, dilanjutkan di keterangan itu kecuali lek raine mencucu. Apa? Tidak bin Walidin. Nampak bukan kita kan menentang suami, tidak. Cuma kok iso kon milih om cucu ngono ya apa ceritane. Cuman di kitab tidak ono kok ngono. Kecuali ngono. Nah ini gini. Lah ya apa? Beb cucu tok beb. Lah apa ora? Aku tidak perlu. Oh, bangkang berarti. Tidak beb asline. Lah kon biyen milihne ya apa le? Kena dukun takon. Itu ya. Katanya Dunun al-Masri. Tak ulangi lagi. Kebaikan ada tiga. Seorang anak bakti kepada orang tua. Anak bakti kepada orang tua. Semoga dijadikan anak bakti insyaallah. Yang pertama menampakkan dengan apa? Dengan apa ini? Taat, ngomongnya tidak kasar dan tidak berlaku sombong. Kemudian kebaikan orang tua kepada anak, yaitu apa? Menunjukkan orang tua itu kepada kebaikan bagi sang anak. Diajak ngaji, diajak pengajian, diantarkan ke madrasah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kebaikan dengan seluruh manusia. Kebaikan dengan seluruh manusia. Berupa apa? Wajah yang berseri-seri, terus wa husnul mu'asyarah.
husnul muasyarah. Apa? Hubungan yang baik. Kalau punya utang ya bayar. Jangan ngentit utang, ngoroi uang, jangan, enggak boleh. Ya. Ada satu hadis riwayat At-Tabrani, hati-hati. Ada satu hadis riwayat At-Tabrani bahwasanya kulluz dzunub yuakhirullahu ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamati. Semua dosa itu kebanyakan diakhirkan oleh Allah, dosanya balasannya di akhir kelak. Semua dosa akan diakhirkan oleh Allah sampai di akhirat kelak. Illa uququl walidain. Illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah yu'ajjiluhu, mempercepatnya, li sahibihi fil hayati qabla mauti. Allah akan mempercepat dosanya, hukumannya itu di dunia sebelum dia mati. Ini hadis riwayat At-Tabrani, meriwayatkannya At-Tabrani dari sahabat Abi Bakrah. Ana ulangi lagi, setiap dosa kebanyakan ganjarannya, hukumannya diakhirkan oleh Allah sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Maka Allah akan mempercepat dosanya, Allah akan mempercepat hukumannya di dunia sebelum orang tadi itu mati. Semoga diselamatkan. Tinggal satu sebetulnya, tentang masalah terus bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Adakah cara untuk kita tadi itu berbuat baik? Ada sebetulnya, insya Allah besok kita sampaikan. Insya Allah bi'nillah. Besok insya Allah Masjid Al-Istiqomah Yosowilangun. Atur. Iya. Ndra, kok engkau terima Yosowilangun? Ikan uang gitu. Yang punya radio, radio apa? Istiqomah ya. Kabeh Istiqomah wis. Iya. Masjid Istiqomah, radio ini Istiqomah. Hadir pengajian Istiqomah. Tapi wingi gak teko. Tak Istiqomah kon. Iya, ya. Insyaallah besok di masjid Istiqomah. Semua jadi Istiqomah semuanya. Istiqomah berbuat baik insyaallah ya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hakum ma'jud. La ilaha illallah hakum ma'bud. La ilaha illallah hakum Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadun Habib. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآيات الكرسي والسلام نقول واحد والمؤذنتين من السنة ونحورين بسببها. يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أحمر هذا المسجد سابقا ولاهقا ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتقسم برحمة والمغفرة ويسكن له بالجنة ويختم لنا بالحسنى ولكم بالحسنى وهو رضينا في خير ولطف وعافية وإلى خدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا وما كنا يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رواية آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى رواية الصحابة والقرابة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وجميع أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسول المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الأسيد العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بألبي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف وجميع أولاده وثم إلى سيدنا الحبيب مقسم بن ألبي السقاف والحبيب ألبي بنت السقاف وثم سيدنا الحبيب صالح بن عبد القادر الحامد والحبابة الحامد بنت موسين السقاف ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن جندان ثم إلى روح الحام بوسلنا ثم إلى روح زمز العارفين وزوجته وثم إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن الدرس السقاف ثم سيدنا الحبيب أحمد بن عيد بن أسمن الجفري ثم سيدنا والي محمد بن عبد الله السقاف ثم سيدنا الحبيب حسين بن عبد الرحمن بالفكي ثم سيدنا الحبيب إدريس بن محمد السقاف ثم سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الجفري ثم سيدنا الحبيب أهلا حسين بن أثم بن أحمد الجفري وثم إلى روحه تعمير مسجد كيي حسن وزوجته وثم إلى روحه كيي محمد باسوني وثم إلى روحه
man amara hadal masjid mu'tamir yang man amara hadal masjid sabiqan wa lahiqan wa thumma lirawhi al muwaqif haji safi'i wa zawjati wa thumma lirawhi haji tahir wa zawjati wa thumma lirawhi gay muhammad idris wa thumma lirawhi haji abdul qadir wa zawjati wa thumma lirawhi haji muhammad salih wa zawjati وذوما إلى روحي هجي عبد الفقيه وزوجته وذوما إلى روحي هجي محمد سنوسي وذوما إلى روحي بو مهاينة وأسورهم وفروهم أجمعين وذوما إلى روحي سادتنا علي أبي ألوي وسيدنا أهل درك وسادتنا صفتنا أولياء والصالحين وذوما إلى روحي سيدنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وذوما إلى روحي والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتعلم القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم أن تعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فكاكا لهم من النار وأذقا لهم من النار واشتراعا لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف واعف عنهم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين مصر الفاتحة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة
تداوي كل ما بي من أمرار السكيمة وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة فكن فائز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن آل إسرائيل ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمرار السكيمة وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض السكيمة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم الأجل لو كان يعقل كان أفكر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمرار السكيمة تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها ألا يا الله بنظرة وفي كل غناها ألا يا الله بنظرة فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمرار السكيمة ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمرار السكيمة معنا في المرابئ وأسبح سفي الراحل وأمس القلب والبل من بعده مكدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمرار السكيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض السكيمة يا ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلونا وأحببهم بقلبي نازلونا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض السكيمة ومنهم في سرائر فؤادي قاتلونا بساحة تربها من زكي المسك عطر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض السكيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر ألا يا الله بنظرة نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض السكيمة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
Bismillah sa'ada wa minan nari ila al-jannah wa minal azabi ila al-rahman wa minal dhunubi ila al-maghfirah wa minal isa'ati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minal dhulli ila al-izzi wa minal ihana ila al-karama wa minal dhiki ila al-sa'am wa minal sharri ila al-khair wa minal usri ila al-yusri wa minal idbari ila al-ikbar ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفطرة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جناتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من سر الأسرار الفاتحة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول